السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميعا أعزائي المشاهدين والمشاهدات. اليوم 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 جميل إن شاء الله بإذن الله تعالى، بيكون اليوم برياحية ومواضيع إن شاء الله مختلفة بإذن الله تعالى مع الدكتور صالح وأخوي الغالي صاحب الصوت الجميل أخوي ياسر العبيسي ومازن الزهراني. الله يسعد الله مساكم جميعا. اليوم أنا جاي، اليوم أنا جاي وأنا في الطريق صحن الوهيب وحر ومفتح الدرايش وحالتي حالها، يعني ما في مكيف والوهيب كلها، وكنت ماسك لي قهوة سودا، قهوة سودا، احنا نقول سادا، قهوة سادا، قهوة سادا. اقول انا من اول دحين صاروا يقول هذا ما يطير العماس للقهوة السادا. اي نعم، القهوة حقت الكافيهات الحين. اي نعم، فكرت انا في الاولين يا اخي ما عندهم قهوة سادا صح؟ الله الله، ولو اذا قام من النوم هو لازم يقول لي عندي بروح اطير عماسي بقهوة السادا، بمر لي على الكافيه فلان وكافيه فلان، ايش كانوا يسوون من اول يا صالح؟ من اول طال عمرك سالتني اجاوب. اي اي روح. من اول من يوم الواحد يصلي العشاء ممكن يصلي ركعتين او ما يصلي ركعتين، ينام على طول حلو، فيقوم ثاني الليل ما شاء الله الغالبية العظمى هن اللي كنا عايشين معهم نشوفهم، يقوم ما يسمى طال عمرك بالصلاة الآخر الليل مناجاة ربه وكذا وكذا، ثم يضبط القهوة قبل هذا قبل الأذان. إيه؟ شبعان نوم، وينك أنت وين أنت شبعان لين داخل، يضبط القهوة، والقهوة من أول ضبطها تحدثنا عنها في ليست مثل الآن، لازم تعد من حماسة تحماس حمسا ثم تبرد ثم تدق بالنجر ثم يسمونها دلة التلزيمة ودلة المزل، دلتين ما هي بدلة واحدة. أيه. ما في بريد زي الآن وخربيط، هذه في دلة كبيرة يسمونها دلة التلقيم اللي يلقمون بها القهوة، ثم بعدين طباخة القهوة ذي مرة ذا يخليها تركد يعني تهدأ شوي، هم يصبها بالمزل ويضيف عليها حسب الظروف، أحيانا ما هيل وعودي ما حد عنده أحيانا لا هيل ولا، بس حسب الظروف، ثم يتقهوى يروح للمسجد طال عمرك كله. هذا اللي عنده شغل بعد صلاة الفجر يتوجه إلى عمله، اللي عنده عمل في المزرعة واللي عمل بيروح من هنا ولا من هنا، أو يكون في اجتماعات بين الجيران يسمونها شبة الفجر، يتجمعون يتقهوون يسولفون وهكذا، ولذلك ما حد بيطير شيء. وش تطير؟ لا النوم شبعان، وينك أنت؟ الآن أيه؟ الناس ما تنام الحين، من أول أقول لك أنا منهم والله، بعض المرات إذا سجدت صلاة العشاء. متى ترقدون؟ ها؟ ترقدون بعد العشاء على طول دركت؟ على طول بعد صلاة العشاء، أنا لولا بعد الله لا يأخذنا كلام، إحنا صغار نحن نخاف من ذا، نمنا من المغرب. الله. لأن إحنا نشتغل طول النهار كرف كرف كرف، والأكل اللهم لك الحمد لك الشكر كان. يا مرحبا يا مرحبا، ما في فلسفة أكل الحين، ما إيه؟ هذا ما بيه وهذا ما بيه وهذا بيه وهذا ما أدري إيه، ما فيه شيء أبد، ولذا خلاص. وبعدين تقوم أنت قبل صلاة الفجر. سلام ما قطعنا دكتور صالح. يا مرحبا يا أبو مهران، ترحب بالحياة. فلذلك ما تحتاج إلى شيء يطير النوم أو يطير العماس، أنت بطبعك طاير عن كل شيء، شبعان النوم ومروق وكذا وكذا. هم مثل الحين للأسف اقتربت الآية، الناس ما ينامون إلا الغالبية من الشباب الآن والشابات، حتى الشيبان لأن المجتمع تأقلم غصب عليك. الحين تغير دكتور صالح. أنا الحين على ما عمري نمت يعني قبل 12 بأي حال من الأحوال الحين غصب. وش اللي تغير عليك؟ معليش كأنك أكبر من سن وقادر إن شاء الله، وش اللي تغير عليك في الوقت الحالي؟ وش هو؟ كل شيء، ما في شيء يسمونه هذا في التربية التغير الاجتماعي. إيه في تغير مزاجيه في التوقيت حقهم، الحين حتى هم تغيروا من وقت لوقت، فهمت هذا ليه؟ من اول ما في محلات وفي الحين مركز النعمه في خير مركز الشكر، هالتغير مثلا كثره المحلات كثره الاسواق، وهذه تغير على التوقيت عليكم صح؟ اكيد صحيح، كلش تغير صوت خاص حق الاسواق الحين، كلش من اول ما في الا بقاله واحده بقاله، وفي حركات الناس تغيرت، حركه الناس في الاسواق إيه؟ تغيرت كثيرا، تغيرت الى بعضها الى الاحسن وبعضها الى الاسوء، وجاء فتره اسوء وجت الان احسن، والان هكذا حال الدنيا. بالأمثلة يعني العادات والتقاليد، كنا مرة مسافرين لدبي زمان يعني قبل حوالي 20 سنة أنا ويا واحد، فكان فيه دكان فيه مجموعة من الشمغ أصفر أزرق أسود أحمر، هذه أنواع قديمة جاية، فقلت الشماغ الأصفر إذا تلبسه صلي بالزلفي في مسجد جامع ماء. إيش معنى؟ بس بتحدى ولك 10,000. أي حلو. قال لا 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 والله تعطيني 20,000.
شوف الان لو هو الان ولا يحطه يربطه على راسه ويروح. فهذا في تغير. اكثر واحد يغير في الأشمغة ترى بن مهران. وين؟ ها؟ بن مهران اكثر واحد يغير في الأشمغة. هذا نسميه التغير الاجتماعي. التغير الاجتماعي فيه تغيرات مش معقوله ابدا، ولا تقارنها بعضها من التي حدثت من في سواء في النوم، سواء في العلاقات الاجتماعيه بين الناس.